السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي استخدم بند مع المسج؟ هذا هو المسج، اقول له انا عايز اعمل امبريس ماس. اوكي، في الاول هرسم الريفرنس بتاعي. ممكن نستخدم مثلا السي بي لاين او نستخدم الارك، اظن احنا مفيش مشكلة خالص. اوت. طيب انا دلوقتي عايز ارسم على الشكل دوت، وعند المسطح ده لما تيجي تعمل سيلكت بيعملها بالشكل دوت. ممكن اقول له سيت واقول له انا عايز ارسم هنا، وهاجي هنا من الموديل واقول له ان انا عايز ارسم مستطيل بالشكل دوت، وبعد كده هقول له سيت وهقول له انا عايز ارسم هنا، وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم دايره بالشكل دوت. دلوقتي هعمل سيلكت عليهم كلهم، تمام، واقول له كريت فور، فيبدأ يعمل لي الشكل متدرج من المستطيل للدايرة. ممكن اجي برضه اقول له ست واقول له انا عايز ارسم هنا، ممكن تقول له شو، وتبدأ ترسم الحاجة اللي انت عايزها، وليكن مثلا شكل مطلع مثلا. وبعد كده هعمل سيلكت على كله واقول له كريت فور، فيبدأ يبدأ بمربع وبعد كده يحولها للشكل مضلع، وبعد كده يحولها لشكل دائري. اقول له finish mass.